فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ختم الطالب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، فهل يبدأ بعده بتفسير الجلالين أم بتفسير البغوي أم بتفسير ابن كثير رحمة الله عليه؟ كله طيب، أقول كله طيب، وكونك تبدأ بالمختصر أقرب إلى فهمك وأحسن، تتدرج شيئا شيئا بالمطول والمتوسط والمطول. نعم.